هذا كان كيوم تواصلي اول اجتماع بين المنخرطين في عهد المكتب الجديد. درسنا فيه مجموعه تاع النقاط، كانت اقتراحات، كان ممثل تاع المكتب اللي خدا اقتراحات تاعنا باش نوصلوا للمكتب. درسنا المشكل ديال اللقاء اللي كاين ديال السيبر كوب اللي كاين في لو 22، وكانت عندنا واحد فتحنا واحد الرغبه كجميع الجماهير والمكتب ان يكون تاجيل، لان الظروف اللي تشوفوا ان اللاعبين دابا كاين مع المنتخب، تشوف الظروف اللي كاينه تاع الجائحه اللي نتمنوا الله يرفع لنا. فكان كانت مسانده، كان واحد الدعم، واحد المسانده بين المنخرطين للمكتب، وكانت حنا طلبنا من الممثل تاع المكتب ان يوصل للمكتب اننا حنا مداعمينه، حنا تنطلبوا ان تاجيل تاع هذه المقابله هذه، وان يكون تدخل ديال السي القجع مشكور باش تكون مسانده، لان الرجاء ما تتمثلش الفريق ديال بوحده، تتمثل المغرب. هذا ما تعنيش اننا حنا متخوفين ولا مستعدينش، فالرجاء في اتم استعداد ومستعدين لهذه المقابله، ولكن الظروف اللي غتجرى فيها دابا الكل تيعلمها ان الفريق ما مستعدش لها، لان تتعرفوا اللاعبين ديالنا كاينين مع المنتخب، تتعرفوا الظروف تاع الجائحه، لان ما كاينش رحلات دابا، ولكن الا اضطرينا ان نلعبوا فاحنا مستعدين والفريق على اتم استعداد لهذه المقابله. تنظن المكتب راه راس الجامعه بعلاقه بالتاجيل، ولكن المشكل اللي كاين دابا في الكاف، الجامعه دابا راه دايره مجهود تاعها، وحنا كمنخرطين حنا تندعموا المكتب وتنطلبوا من السي القجع ان يقوم مجهودات باش يتاجل هذا اللقاء هذا. فكانت مجموعه من المواضيع اللي تناقشات في البيت بالبرلمان ديال الرجاء، وكانت بزاف تاع عدد من المقترحات وعدد اللي باش توصل للمكتب، وفي الاخير اننا تندعموا هذا المكتب اللي حنا اللي صوتنا عليه تندعموه، وعنده كل الصلاحيات وان معاه حتى الاخره ان شاء الله.